هذه الحلقة من قصص مرعبة برعاية Call of Duty Black Ops 4 Operation Absolute Zero. شخصيات جديدة، مناطق جديدة، وأسلحة جديدة وأكثر. والحين خلونا نبدأ. هلا والله فيكم بحلقة جديدة من قصص مرعبة. كالعادة عندنا لكم اليوم قصتين مرعبتين. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة عشان تشوفون أشياء رهيبة مثل كذا. وقبل ما نبدأ، اللي يخاف لا يكمل الفيديو. والحين خلونا نبدأ. قصتنا الأولى بعنوان Error Code 666. اليوتيوب موقع معروف، لكن في عام 2006 ما كان مشهور أبدا. ما كنت تلقى فيه إلا أشخاص ترفع فيديوهات لقططهم. خلال تلك الفترة موظف اليوتيوب كتب تجربته خلال العمل هناك، يقول في عام 2006 كنت أعمل بشكل كبير وأرفع بعض الأحيان مقاطع اليوتيوب للتجربة، لكن في شيء ما كنت أعرفه. بعض المسؤولين في اليوتيوب قفلوا القناة في اليوتيوب. حاولت أعرف نوع القناة لكن ما في أحد راضي يتكلم. من كثر الحاحي وإصراري أني أعرف، أحد المسؤولين أعطاني ورقة مكتوب فيها رابط يوتيوب /666 وقالي لا تسأل عن العضو السري مرة أخرى. بعد ما رجعت للمنزل كتبت الرابط المتصفح وظهر لي أن الحساب تم إغلاقه. حاولت أني أضغط تحديث أكثر من مرة وتفاجأت بأن الصفحة في كل مرة تتغير. صور المقاطع عليها رمز X ورمز 666 ولون الموقع يتغير بشكل تدريجي إلى الأحمر، وبالأخير ظهرت قناة باسم 666. فتحت بعض المقاطع، كلها كانت مجنونة ومليئة بالأصوات المزعجة والغريبة. بعضها تحتوي على مشاهد لأطفال برؤوس مقطوعة، وبعضها صور مقززة. حاولت أن ألقى الفيديو لكن ظهرت نافذة ضغطت عليها، وفجأة جاء مقطع آخر يحتوي على مشاهد لامرأة غارقة في مسبح من الدم وبعض الأشياء المقرفة. حاولت أن أضغط زر الإيقاف لكن ما ضغط. حاولت أن أضغط على فيديو ثاني لكن ما في شيء يشتغل، إلى أن قررت أني أطفي الكمبيوتر. حتى زر إيقاف التشغيل ما يشتغل. اعتقدت أن صار في هاكينج أو اختراق لجهازي وفقدت الأمل، ما في شيء يشتغل. والمرأة في الفيديو تنظر لي بغرابة وأصوات مقززة أسمعها، وفجأة ضربت الفتاة الشاشة توقف متصفح العمل. بعد هذه الحادثة المرعبة بأيام تم فصلي من العمل، ولازلت أفكر إيش هذه القناة، هل كانت مجرد نكتة ولا لا. واليومنا هذا ما أعرف كيف أنام كويس. تم تدمير مقالة الموظف وإغلاق الموقع، وأي شخص يحاول الدخول تظهر رسالة Removed by Admin Error Code 666. أرسل لموظف هذه المقالة عشان أنشرها لكم، وقالي بالخط العريض لا تروح إلى صفحة 666 وتضغط تحديث الصفحة. القصة انتهت. تم إنشاء قناة جديدة باسم Suspend 666 Account، يعني امنعوا حساب 666، ولا زالت موجودة حتى اليوم. قصتنا الثانية بعنوان التحفة الفنية. صار لي فترة طويلة جالس على السرير حقي، والساعة الحين 5:30 الصبح، ما في أي شيء أقدر أسويه. تدري وش أسوأ شيء في وضعي؟ إني في نفس الغرفة مع أمي وأبوي وهم ينظروني باستمرار. ما في شيء بيدي إلا أني أناظرهم وأحاول أني ما أصرخ ولا أبكي. عيونهم مركزة علي وفمهم مفتوح بشكل واسع. أحس أن الدم تجمد في عروقي وانشليت من الخوف. لو سويت أي شيء يلمح أني أنا مو نايم، خلاص أنا أعتبر نفسي في عداد الموتى ولا في أحد يقدر يساعدني. أحاول أفكر بطرق كثيرة أني أهرب، لكن ما في بالي إلا فكرة واحدة، أني أركض الباب وأصرخ المساعدة على أمل أن أحد يقدر يساعدني. فيها مجازفة، لكن لو جلست أكيد راح أموت. هو ينتظرني أصحى ويشوف تحفته الفنية. أكيد كل يتساءل إيش اللي قاعد يصير. قبل 3 ساعات سمعت صراخ في الجهة الثانية من البيت، رحت عشان أكتشف إيش الموضوع. وقبل أطلع من دورة المياه أخذت طلة وشفت دماء كثيرة على السجاد. خفت، رحت بسرعة لغرفتي أتخبى تحت الفراش، وكعادتي جبان في مثل هذه المواقف. حاولت أقنع نفسي أنه مجرد حلم أو كابوس مزعج وحاولني أنام، لكن ما قدرت. في هذه اللحظة سمعت صوت باب الغرفة ينفتح، ومثل الطفل الخايف حاولت ألقي نظرة من تحت البطانية عشان أشوف إيش اللي قاعد يصير. قدرت أشوف شيء يجر أمي وأبوي لغرفتي. ما كان إنسان،
كان شيء مرعب، بدون شعر، بدون عيون أو بدون ملابس. كان يمشي مثل رجل الكهف، لكنه كان ذكي، ما كان يتصرف كرجل الكهف. جاب أبوي لحافة سريري وترك وجهي ينظرني، وأخذ أمي وترك على كرسي مقابلني. بدأ يفرك يدين على الجدران ويحاول يلطق الدم عليها ورسم دائرة شيطانية. اكتشفت من طريقته أنه يحاول يعمل من جريمته تحفة فنية، وعشان يكمل تحفته الفنية كتب رسالة على الجدار، لكن ما قدرت أقرأها من شدة الظلام. بعد كتابة الرسالة أخذ وضعية تحت السرير ينتظر لحظة الهجوم. أكثر شيء مرعب الآن هو أن عيوني تعودت على الظلام، وقدرت أقرأ الرسالة. ما كنت أبي أقرأ، لكن حسيت أني لازم أقرأها قبل يقتلني. أخذت نظرة خاطفة على الرسالة، وبعدها قرأت المكتوب، وفعلا الدم تجمد في عروقي وحسيت أني أنا في عداد الموتى. كان مكتوب: أنا أعرف أنك مو نايم. وهذه كانت قصتين مرعبتين لهذه الحلقة من قصص مرعبة. أتمنى تكون استمتعتوا بالحلقة، ولا تنسون أن تضغطون زر اللايك في القناة وأيضا الاشتراك في القناة عشان تشوفون أشياء رهيبة مثل كذا. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.